ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. فتوفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل الله تبليغ هذه الرسالات وحمل هذا الوحي وهذا النور العظيم أمانة يختار الله لها من كل جيل طائفة من الناس. ليسوا أقوى الناس أجساما، ولا أقواهم عقولا، ولا أكثرهم أموالا، ولا أكثرهم فراغا، ولا أجملهم ذوات في بعض الأحيان، ولكن الاختيار الرباني ليس إلى ذلك بل إلى ما في القلب، فهذا محل نظر الرب جل جلاله. وأنتم تعرفون أن الأمانة الغالية الثمينة لا يمكن أن يختار لها المفلسون، وإنما يختار لها أكثر الناس نزاهة وأمانة وصدقا، فهم الذين يؤتمنون على الأمانة الغالية الثمينة. والله جل جلاله لا يمكن أن يخدعه أحد من خلقه. يمكن أن يتزين الإنسان للناس بما ليس فيه، ويمكن أن يظهر بمظاهر النزاهة والصدق، ويمكن أن يظهر بمظاهر الزهد والعفة ويكون باطنه خلاف ذلك، لكن لا يستطيع أحد أن يخدع الله جل جلاله بذلك. فالله علام الغيوب، وهو أقرب إلى كل واحد منكم من حبل الوريد. لا تخفي عنه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا جبل ما في وعره، ولا بحر ما في قعره. لذلك إذا اختار عبدا من عباده فأتمنه على وحيه فذلك لعلم الله بسريرته وخاتمته وعلاقته بالله وصلته بالله جل جلاله. ليس معنى ذلك أنه لا يختار لهذا إلا المعصومين، فالعصمة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. ولكن معنى ذلك أن الله يختار أهل العلاقة به، علاقة السر بالله جل جلاله. ومن هنا فترون عددا كبيرا من الطلاب يدرسون وهم متفاوتون في الذكاء وفي الاجتهاد والهمة، وتجدون بعض من هو متوسط فيهم أو من هو أدناهم درجة في الظاهر إذا انتهت مدة الدراسة كان هذا عالما وكان الآخرون من الناس. والسبب ما هو؟ ليس قطعا راجعا إلى الذكاء ولا إلى التحصيل ولا إلى الهمة والعلم والحفظ والفهم، وإنما هو راجع إلى اختيار الله جل جلاله. لو كان الناس لهم تدخل في ذلك لكان هذا كالتعيين في الوظائف، يختار له فلان من الناس أو فلان من الناس على أساس معايير الدنيا، لكن هذا اختيار رباني من عند الله جل جلاله، لا يمكن أن يدخله خداع ولا غفلة ولا سهو ولا نسيان. وما ربك بظلام للعبيد. لذلك اختار الله أن يجعل في هذه الأمة ورثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والأنبياء لا يورثون على أساس النسب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. هذه أمور الدنيا، الأملاك الدنيوية ليست هي ميراث الأنبياء. ميراث الأنبياء أعلى وأعظم من ذلك، ولهذا لا يرثهم الناس على أساس القرب النسبي والعلاقة الحميمة فيما يتعلق بالنسب أو الصهارة أو غير ذلك، إنما يورث الأنبياء باختيار الله جل جلاله. وهذا العلم المقصود بميراث الأنبياء ليس عن كثرة المحفوظات والرواية، وإنما هو نور يقذفه الله في قلب من شاء من عباده. ولذلك قال الله في وصف الوحي: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهو نور
يهدي الله به من شاء من عباده ويجعل لهم نورا يمشون به. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالذين يجعل الله لهم نورا يمشون به في الناس هم الذين اختارهم لهذه الأمانة العظيمة واستودعهم هذا السر الجسيم الغالي الكبير. لو كان بأيدينا أن نصل إليه وباختيارنا لكان يناله السابقون المتفوقون في عقولهم وذكائهم ومستوياتهم وهممهم، لكن ليس الحال كذلك. ولذلك أخرج أبو عمر بن عبد البر في مقدمة التمهيد، والخطيب البغدادي في شرف الحديث شرف أصحاب الحديث، والبيهقي في سننه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فالعدالة صفة يهبها الله لمن شاء من خلقه، وأساسها العلاقة بالله. إذا نظر أحدنا إلى الذين يثق بهم في العدالة والشهادة قد يجد أن بعض أقاربه وبعض من هو أحب إليه لا يثق به بذلك المستوى ولا يشهد له بالعدالة، ومن ويتصف بهذه الصفة من ليس قريبا لك ولا بينك وبينه تلك العلاقة والمحبة، لكن تعلم أنه ثقة وأن لديه عدالة. فلذلك يختار الله جل جلاله علماء في هذه الأمة، وهم في هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل، وهم ممتحنون على ذلك. ولهذا قال أحمد بن حنبل: فما أحسن أثرهم على الناس وما أسوأ أثر الناس عليهم. يقذف الله في قلوبهم نوراً وعلماً، كما قال مالك رحمه الله الإمام الشافعي رحمه الله لما جلس في مجلسه فرآه لأول وهلة وفضت الحلقة قال: يا بني إني أرى أن الله قد قذف في قلبك نورا من نوره فلا تطفئه بظلمة المعصية. لذلك فإن أهل هذا النور يتحملون أعباء جسيمة قد تفقدهم سعادتهم الدنيوية وراحتهم، كما أن الأنبياء كذلك، فقد عرفتم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ربه، وعرفتم كيف كانت شدة الوحي عليه، ولم يكن الناس يتحملون هذا، حتى البهائم تحس بثقله. زيد بن ثابت الأنصاري من كتبة الوحي ومن الذين حفظوا القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يوماً عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبته إلى فخذ زيد، فنزل عليه الوحي فارفضت فخذ زيد وظن أنها قد تكسرت ولم يبق منها شيء من شدة الوحي. والرسول صلى الله عليه وسلم في وقت نزول الوحي لم تكن تحمله دابة فتقوى للوقوف إلا القصواء، قواها الله لذلك، فإذا نزل الوحي وهي تمشي وقفت وقطعت جرتها واستمرت واقفة وجرتها ثابتة إلى أن ينفصم عنه الوحي، فحينئذ تنطلق في سيرها. وهذا الوحي شدتها على النبي صلى الله عليه وسلم بينها، فقد قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: جاء الحارث بن هشام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ قال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي عنه ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا.
اختار الله سبحانه وتعالى علماء ربانيين يرثون الأنبياء، وأنتم تعرفون أن وصف العلم وحده لا يكفي، فلا بد معه من الربانية، ولكن كونوا ربانيين. والربانيون معناه الذين بينهم وبين الله سر وعلاقة قد لا يطلع الله عليها الناس، لكنها موجودة، هي علاقة مع الله جل جلاله. هذه العلاقة وهذا النور ميز الله به الذين اختارهم لهذه المهمة. وأنتم تعرفون أن تمييز البشر وتفضيلهم ليكونوا خلفاء في الأرض ليس راجعاً للعنصر، فالإنسان مخلوق من تراب، والملائكة من نور، وحتى الشياطين تكبروا على الإنسان لأن عنصرهم النار، خلقتني من نار وخلقته من طين، فليست العبرة بالعنصر ولا بالنسب. كذلك ليست العبرة بكثرة العبادة، فالعبادة مرجعها إلى الله، والله إذا تقبل منها شيئا يسيرا بارك فيه مباركة عجيبة، وإذا لم يتقبل منها شيئا كثيرا ذهب، كما قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، كما قال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فالعبرة بالقبول، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وما تصدق امرؤ بعدل تمرة من كسب طيب إلا كان كأنما وضعها في يمين الرحمن، فلا يزال ينميها له كما ينمي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون كالجبل. والفلو ولد الفرس، والفصيل ولد الناقة، فالله يربي الحسنات كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. ويكفي من بركتها إذا تصورتم أن الجبار جل جلاله يقبضها بيمينه ويقبض ويبسط، لا كان كأنما وضعها في يمين الرحمن. أي شيء قبضه الجبار بيمينه فما ظنكم ببركته؟ كلتا يدي ربي يمين مباركة،